لما كنتكلموا على ان الزوج يعني الرجل كما كنقولوا بالدرجه ديالنا عينه زايغه يعني كيشوف برا، كيشوف يعني نساء اخرين، كيهتم بنساء اخرين بطريقه او باخرى، فهنا نوصلوا رساله اوليه ان المراه خصها يعني تعرف هذا الامر ولا تحسس هذا الامر قبل ما تدخل في علاقه زوجيه. يعني هي كتعرف على الشخص الاخر خصها تعرف طبيعه شخصيته، كي داير، كيفاش كيتعامل مع الجنس الاخر، كيفاش الاهتمام ديالو بالجنس الاخر، واش عينه زايغه ولا ما عينه زايغه. دونك هذه خصها تكون عارفه وخصها تكون دايره حسابها كيفاش غتتعامل مع الامر. هذا في حد ذاته راه مشكل، ولكن المشكل الاكبر انني ما كنعرفش، وانه كنعرف معطله، ولا عرفت معطله ما كنتصدم وما كنقدرش نتعامل مع الامر، ولا كنتعامل معاه بواحد الطريقه اللي كتخليه يتفاقم وكتخليه يتحل. ويقدر يكون يعني كون ان الراجل عينه زايغه شويه يقدر يكون واحد الدافع اللي كيخلي المراه دير مجهود في العلاقه الزوجيه، حيت خصنا نعرفوا ان العلاقه الزوجيه باش تكون ناجحه خصها واحد المجهود، طبيعي الحال مجهود من الطرفين، ولكن المراه الا دارت واحد المجهود معين فكتقدر انها يعني تتفادى كثير من المشاكل. والمجهود اللي تقدر دير المراه في العلاقه الزوجيه ديالها مع الزوج ديالها هو انه تبقى ديما يعني في واحد المستوى ديال الاناقه، ديال الاهتمام براسها، الاهتمام بالبيت ديالها، الاهتمام بالزوج ديالها ملي كيدخل، الاهتمام يعني المشاكل ديالو ولا المعاناه ديالو، انها تبقى ديما داك الصدر الحنون اللي كتسمع ليه. حيت خصنا نعرفوا ان الراجل بطبعه كيشوف في المراه كما كانت كيشوف فيها ايضا واحد الام اللي خصها تحن عليه بطريقه او باخرى. دونك هي خصها تكون في هذا المستوى هذا، يعني اذا كانت هي دايره يعني هذا المجهود بهذه الطريقه هذه، في الغالب هذاك الزيغان ديالو يعني كيكون قليل واحد شويه، ولا كيبدا يقلب شويه بشويه، لان كيشوف ان داكشي كلشي اللي محتاج ليه هذيك الزوجه راه دايره يعني المجهود ديالها باش انها توفيه ليه ولا انها ترضيه. اذا هذا امور اللي تقدر الزوجه انها تلجا لها باش تحاول انها تواجه هذا الزيغان ديال الراجل. والزيغان ديال الراجل حتى هو راه الا كان، نعرفوا ان العصر الحديث يعني الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلات ان كاين بزاف ديال يعني الامور مفتوحه اللي كتخلي كاين داك المؤثرات الخارجيه اللي كتاثر على الراجل بطبيعته هكا. ولكن الا درنا مجهود في الطرف الاخر كنقدروا ان دوك المؤثرات تكون قليله وما تكونش ما توصلش للدرجه اللي تؤدي مثلا للخيانه لا قدر الله. فصلنا في قضيه المجهود، خصنا نعرفوا مثلا ان المشكل ديال الراجل عينه زايغه ما خصوش يتواجه مثلا بالصدام، لان يعني الا تواجه بالصدام فهو بحال قلتي كيعزز هذاك القابليه ديال داك الزوج انه غيمشي يشوف برا. يعني كان كيشوف برا غير مثلا غير بعينه غير بالزيغان ديال العينين، فالا قدرنا الا تصادمنا معاه ودخلنا معاه في عناد فغيقدر يمشي يشوف برا يعني بالخيانه، يعني كما كنقولوا بقواعدها. اذا الصدام ما خصوش يكون، وخص يكون التعامل بواحد الذكاء بواحد الدبلوماسيه. يعني المجهود اللي غيكون في طريقه التعامل ديالك معاه، غيكون المجهود في يعني بالاهتمام ديالك مع راسك، غيكون المجهود في التجديد حتى في امور مثلا حميميه كتعلق حتى بالعلاقه الجنسيه مثلا. هذه امور اللي يقدر يكون فيها مجهود اللي كيخلي هذاك الزوج انه ما يشوفش برا، سواء بعينيه سواء عن طريق الخيانه.